من بعض تصرفات. لما ننتهي من النسخة النهائية تعطى للبرلمان للتصويت عليه بغرفته، ثم تفوت للاستفتاء الشعبي ريفيرندوم. كان ممكن نختصر المسافة ونفوت مباشرة ريفيرندوم. أنا فضلت نقول أنا أعطيكم يعني الشيء اللي نخمم فيه شخصيا، ربما راني غلط، ولكن أنا قلت النقاش في البرلمان ما دام يكون متلفز ويكون مباشر يعطي توضيحات أكثر للمواطنين اللي هما اللي يمشوا يصوتوا. أغلبهم ما عندهمش اختصاص في الدستور، ما عندهمش اختصاص، ولكن يشوفوا هذا صراع الأفكار وهذا، تعطيهم فكرة على أساس دستور قابلين ولا مش قابلين. وصراحة أنا الدستور الريفيرندوم يكون تحت إشراف الهيئة المستقلة، ما اللي قبلها الشعب هذيك هي. قبل الدستور مرحبا، أرفض الدستور مرحبا، نفوتوا تعديلات أخرى، تغييرات أخرى حتى نوصل دستور توافق. لكن أعتقد أن بعد كل هذه الإجراءات باش نوصل لاستفتاء، معناه كل الجزائريين عطاوا رأيهم وكلهم يلقوا نفوسهم في الدستور هذا اللي ماهوش دستور على المقاس تاع رئيس ولا تاع فئة ولا تاع نظام حكم ولا تاع. وانطلاقا من الدستور ثم تبدا المرحلة الأساسية، لأن الدستور في حد ذاته ممكن يكون من أجمل الدساتير، لكن قد تطبيق أساس فعالية ونجاعة الدساتير هي تطبيقها.